باش يذكر بالرضا ديال سيدنا الله ينصرو على الأسرة ديال الأمن الوطني وكذلك على القوات العمومية كلها. هذه أولا اللي خصها تبلغ لكم بهذه المناسبة هذه السعيدة. ثانيا تنويه والتشجيع والرضا ديال السيد مدير العام للأمن الوطني على النتائج المحصل عليها خلال هذه الفترة ديال 2019. هذه ثانية ثاني نقطة. هذه ليلة حفل رأس السنة، إذا غادي نخرجوا كاملين في إطار واحد النوع من الهدوء. حنا خارجين باش نأمنوا قبل كل شيء المواطن، ما خارجينش لا نديروا لا حملة لا هذه لا هذه، خارجين باش نأمنوا المواطن باش دوز. اللي بغى يحتفل يحتفل، اللي بغى يتسارى يتسارى، اللي بغى يجلس. المهم بالنسبة لنا حنا هاد الليلة خارجين للقطاع باش نأمنوا المواطن السلامة ديالو، السلامة ديالو الشخصية، على الأموال ديالو، على العرض ديالو، وكذلك بالنسبة لتأمين المواقع اللي عندنا سواء النقاط الحساسة، التأمين ديالها والتطلعات ديالها والملاحظة، أي ملاحظة تثير الانتباه بالنسبة للعنصر الأمن إلا والقيادة والجهاز كله راه للبشرة وفي سمع المصطلح. إذا سنة سعيدة بالنسبة لكم كاملين، نتمنى لكم التوفيق والسعادة لكم ولوليدكم هي الأولى. ثانيا نخدموا دائما التضحية والتعبئة والالتفاف حول الشعار ديالنا الخليط الله الوطن والملك. السلام عليكم.